وبركاته. من هومان لا يشبعان؟ طالب العلم وطالب المال. هذان الشابان وجدتهما في مسجد نور الإسلام بالبقلية تباريان في حسن الصوت، في الحقيقة خطف قلبي، فيعني حبيت أنني أشارك أحبابي هذه يعني السعادة اللي دخلت علي بسماع أصواتهما. مش هطول عليكم، يلا نسمع تلاوة هذين الشابين المباركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاء صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمن واهجرني مليا. قال سلام عليك، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وجعلنا لهم لسان صدق عليا.